السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، حياكم الله في هذا المجلس من مجالس العلم التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. ونحن في ليلة الخميس، ليلة 20 من ربيع الأول، سنة 45 و400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة الخامس من الشهر العاشر لسنة 23 و2000 من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى، وعمل المجلس 40 من قراءة كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله، والمتوفى سنة 300 و400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا مرحومة، ويجعل تفرقنا من بعده معصومة، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محرومة، اللهم آمين. فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى، وما زلنا مع كتاب الزكاة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: شروط مخرج الزكاة. وشرط في المخرج 4 شروط: الأول الإسلام، الثاني العقل، الثالث البلوغ، الرابع النية. فيجب على المخرج أن ينوي بها الزكاة أو الصدقة الواجبة أو صدقة المال لا صدقة مطلقة، وإن وكل رب المال في إخراجها مسلماً ثقة مكلفة أجزأته نية الموكل مع قرب زمن الإخراج، وإلا نوى الموكل عند التوكيل والوكيل عند الدفع. نعم. قال: شروط مخرجي الزكاة، أي دافعها. ومخرج الزكاة يجب أن يكون مسلماً، لأن الزكاة من الكافر لا تقبل. لو الكافر زكى ماله لا تقبل منه هذه الزكاة، وذلك لكفره، فيطالب بالإسلام، يطالب بالإسلام. قال: والعقل كذلك، المجنون لو وكلت مجنونا قلت سلم هذه الزكاة وكذا ما يصح. لماذا؟ لأنه لا نية له، لا نية له، أو هو يخرج زكاة ماله لا نية له، وإنما يخرج عنه وليه، يخرج عنه وليه، لأنه لابد من النية. كذلك البلوغ أيضا، غير البالغ إذا أخرج زكاة ماله لا يصح، لأنه لا نية له، وإنما يخرج عنه كذلك وليه. كذلك النية، لا بد أن ينوي أنها زكاة. يعني لو تصدق الإنسان بصدقة، شاف فقير مثلا، شاف رأى فقيرا فأشفق عليه وأعطاه 100 دينار مثلا، ثم لما أعطاه 100 دينار وانطلق الفقير أنه صدقة، تذكر قال لماذا لا أجعلها من زكاة مالي؟ ما يصح، لأنه عندما أخرجها لم ينويها زكاة ماله، وإنما نواها صدقة، فلا يجوز له أن يغير النية ويجعلها زكاة ماله فتقع صدقة، وعليه أن يخرج زكاة ماله. فقال: فيجب على المخرج أن ينوي بها الزكاة أو الصدقة الواجبة أو صدقة المال، لأن هي 3 مسميات لشيء واحد، سواء قال هذه الزكاة أو هذه الصدقة الواجبة أو الصدقة المفروضة أو الصدقة وأطلقها صدقة المال، فهذه تنصرف إلى الزكاة، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية. الصدقات هي الزكوات المقصود بها، فالمقصود طالما أنه نيته الزكاة فتخرج على أنها الزكاة إن شاء الله تعالى. لا صدقة مطلقة اللي قلنا قبل قليل، إذا نوى صدقة مطلقة قال هذه لله ثم قال لماذا لا أجعلها من الزكاة، لا تصح، لا تقع زكاة. قال: وإن وكل رب المال في إخراجها مسلما ثقة مكلفا أجزأته نية الموكل مع قرب زمن الإخراج أو الموكل. فالآن إذا صار رب المال عنده زكاة وهو لا يعرف الفقراء أو لا يعرف المستحقين 8، لا يعرف أحدا منهم، فوكل شخصا قال يا فلان أخرج عني زكاة مالي، كما يقع اليوم، اليوم كثير من التجار يعطون زكوات أموالهم للجان أو الجمعيات أو أشخاص يعرفونهم، يقول فلان أخرج زكاة مالي، فهذه اللجان أو الجمعيات أو الأشخاص الذين يأخذون هذه الزكاة يعني تقع النية بمجرد استلامهم لهذه الزكاة من الأغنياء إذا قرب وقت إخراج الزكاة، لا إن تأخر بها
كثيرا فعلى المزكي أن ينوي مرة ثانية. نعم. ويسن للمخرج إظهار الزكاة وأن يفرقها بنفسه ويقول عند دفعها: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، ويقول الآخذ: آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك ظهورا. نعم، يسن للمخرج إظهار الزكاة بخلاف الصدقة. الله تبارك وتعالى يقول: إن تبدوا الصدقات فنعما هو وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. الصدقة الأصل فيها الإخفاء وألا يظهرها الإنسان، بعكس الزكاة. الزكاة الأصل فيها الإظهار وألا يخفيها. فعندنا زكاة وعندنا صدقة تطوع، أو عندنا صدقة واجبة وصدقة تطوع. الصدقة الواجبة هي الزكاة، وصدقة التطوع هي النافلة. الزكاة يسن إظهارها لأمرين اثنين. الأمر الأول حتى يعني يقتدي به غيره، حتى يقتدي به غيره أنه دفع زكاة ماله، وأيضا يعرف الفقراء أن هذا الإنسان يدفع زكاة ماله فلا يحقدون عليه. الأمر الثاني حتى لا يتهم في دينه أنه لا يخرج الزكاة، فقد يتهمه البعض يقول فلان لا يخرج زكاة ماله، فهو يخرجها علنا حتى لا يتهم في دينه أنه لا يخرج الزكاة. فهذا بالنسبة. أما الصدقة فالأصل الإسرار بها، هذا أفضل، إسرار بالصدقة وإخفاؤها أفضل، لأن هذه نافلة بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. قال: وأن يفرقها بنفسه، يعني بدون وسيط، لا جمعية لا لجنة لا أشخاص، فرد هو يروح ويدفعها بنفسه. أولا يجد السعادة والراحة والطمأنينة بأنه يدفع زكاة، ثم تطمئن نفسه أنه وقعت في يدي من يستحقها، لأنه إذا أعطاها وكيلا قال فأدفع الزكاة ممكن يجيه إبليس يقول اشتراك أنه أعطاها المحتاجين، اشتراك أنه ما أخذها لنفسه. بل قد يأتيه أشخاص يقول له: ترى أنت تعطيها الزكاة لفلان وفلان، وما تدري قد يأخذها، شوف ترى قبل كان فقير الحين شوف عنده فلوس كلها من زكاتك الظاهر، ويبدأون يعني يشغلون باله بمثل هذه الأمور. فلذلك يخرجها بنفسه، وحتى يذوق طعم العبادة، يذوق طعم العبادة ويدفع الزكاة للفقراء، حتى تكون مودة أيضا بينه وبين الفقراء. فإخراجها بنفسه، أن يفرقها هو بنفسه، فهذا أفضل، وإن فرقها عنه غيره فلا بأس إن شاء الله تعالى. قال: ويقول عند دفعها: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، ويدعو له الآخذ. هذا لم يثبت فيه شيء، ورد فيه حديث ضعيف عند ابن ماجه رحمه الله تعالى أنه يقول هذا الدعاء، لكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا بأس أن يدعو بأي دعاء، ولا بأس كذلك أن يشكره طبعا الذي استلم الزكاة، مع أنه يعني أدى واجبا، أدى لا يمتن به على من أعطاه، لكن لا يعني يشكره لأنه خصه بهذه الزكاة، لا أنه دفع زكاة ماله. دفعه للزكاة هذا أمر واجب عليه، لكن كونه يختاره ويعطيه من دون الآخرين فيشكره على هذا لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. نعم. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: نقل الزكاة، ويحرم نقلها إلى مسافة قصر إن وجد أهلها، فإن خالف وفعل أجزأت، وله نقل كفارة ونذر صدقة نفل ووصية مطلقة إلى مسافة قصر. نعم، الأصل أنه لا ينقل زكاته من بلده التي هو فيها، هذا هو الأصل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذ بن جبل قال: وأمرهم بالزكاة أو بالصدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فالأصل في الزكاة تؤخذ من أغنياء أهل البلد وترد إلى فقراء أهل البلد، كما أنها تؤخذ من المسلمين وترد على المسلمين، يعني تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد على فقراء المسلمين، كذلك تؤخذ من أهل هذا البلد وترد إلى أهل هذا البلد، هذا هو الأصل. فلو خالف إنسان ودفع زكاة ماله مثلا إلى الجزائر، أو إلى مثلا مسلمين في أستراليا، أو إلى مسلمين في السودان، أو في أي بلاد خارج نطاق بلده، قال أجزأته، خلاص ما يقال له ادفع زكاة ثانية، لكن يقول وقع في الإثم لأنه فعل ما يحرم عليه. ويستثنى من ذلك حالات، منها أنه إذا لم يجد في بلده من يأخذ الزكاة، اكتفى الناس، أهل البلد كلهم أمورهم طيبة، لأنه سيأتي زمان على الناس
لا أحد يقبل الزكاة في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام، يفيض المال لا يجد من يأخذه. فكذلك وقع قيل في زمن عمر وعبد العزيز أنه الزكاة ما تجد من يأخذها من راحة الناس وغناهم، لا يجد في بلده من يأخذ الزكاة، أن يكون له أقارب خارج البلاد وهم بحاجة، وهو يأخذ أجرين، أجر الزكاة وأجر صلة الرحم، فيعطيها لأقاربه الذين هم خارج البلاد. الصورة الثالثة أن تكون هناك أزمة طارئة مثل فيضان، زلزال، أمر طارئ يعني وقع في بلاد معينة وهم في حاجة للمال فيدفعها لهم لهذا الأمر الطارئ. وإلا الأصل أن الزكاة من أهل البلد لأهل البلد نفسه، هذا هو الأصل في الزكاة. أما إذا كانت هذه الأموال كفارة أو نذر أو صدقة عامة أو وصية مطلقة ما في مشكلة، هذه يجوز نقلها. أما الزكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. واحد يقول عندي صدقة بتصدق مثلا خارج الكويت، صدق في البحرين، صدق في السعودية، صدق بأي مكان، زين؟ قال الصدقة بابها مفتوح، عندي كفارة بابها مفتوح، عندي نذر بابها مفتوح، عندي وصية بابها مفتوح. الزكاة لا، الزكاة تكون لأهلي البلد. نعم. والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده، فإن كان المزكي في بلد وماله في بلد آخر أخرج زكاة المال في بلد المال وفطرته وفطرة لزمته في بلد نفسه. نعم، يعني إذا كان لك مال خارج البلاد، يعني عندك مال في هذه البلاد وعندك مال مثلا في المغرب، مثلا عندك مزرعة هناك أو عندك إبل أو عندك يعني تجارة هناك، فمالك الذي في المغرب تخرج عنه في المغرب، ومالك الذي في الكويت تخرج عنه في الكويت، وهكذا. فتخرج زكاة كل مال في المكان الذي فيه المال نفسه، لأن الناس يرون هذا المال، يرون هذه المزرعة، يرون هذه الإبل، يرون هذه التجارة مثلا إذا كانت عروض تجارة، فيقول من صاحبها؟ لماذا لا يدفع زكاة ماله؟ فتخرج زكاة كل مال في البلد الذي فيه هذا المال، هذا هو الأصل. قال وكذلك فطرته وفطرة لزمته في بلد نفسه، يعني في البلد الذي هو فيه، سواء فطرته هو أو فطرة من لزمته فطرته، يعني زكاة الفطر، زكاة الفطر كذلك تخرجها في بلدك الذي أنت فيه. نعم. تعجيل الزكاة، ويجوز تعجيلها لحولين فقط إذا كمل النصاب، ولا يصح الإخراج من النصاب للحولين، فإن تلف النصاب المعجل زكاته أو نقص قبل الحول وقع نفلة. نعم، تعجيل الزكاة، الأصل أن الزكاة لا تعجل، الأصل لا تعجل الزكاة، يعني كما أن الصلاة لا تقام إلا إذا أذن، يعني لا تؤدي. الحين يصير صلي العشاء؟ ما يصير، ليش؟ ما دخل وقتها. قالوا كذلك الزكاة إذا لم يحل الحول ما دخل وقتها. فذهب بعض أهل أنه لا يجوز تعجيل الزكاة، كما أنه لا يجوز تعجيل الحج، ولا يجوز تعجيل الصيام، ولا يجوز تعجيل الصلاة، كذلك لا يجوز تعجيل الزكاة، فمنعوا من ذلك. قال لا تخرج زكاة إلا إذا مر حول كامل. وذهب جمهور أهل العلم أنه يجوز تعجيل الزكاة، وهو مذهب أحمد، يجوز تعجيل الزكاة لا بأس. قال لأن الزكاة متعلق به حق، بها حق الفقراء، كما جاز تعجيل زكاة الفطر كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما. طيب، جاز تعجيل زكاة الفطر وكذلك كفارة الفطر وكذا، قالوا كذلك يجوز تعجيل الزكاة لأن هذا حق للفقراء، وقد يكون الفقراء محتاجون لها الآن فلا بأس من تعجيلها. واستدلوا على هذا بأن العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم تعجل النبي صلى الله عليه وسلم زكاته لعامين اثنين، قال له عجل زكاتك لمدة عامين في حاجة في ذاك الوقت، فدفع زكاة عامين مقدما، فقالوا هذا دليل على جواز تعجيله. وهذا الحديث مختلف في صحته، والأقرب أنه حديث حسن إن شاء الله تعالى. فكون النبي صلى الله عليه وسلم تعجل زكاة العباس فدل هذا على جواز ذلك. وإذا جاء في الحديث الصحيح في البخاري وغيره أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله منعنا الزكاة ثلاثة، العباس
بن عبد المطلب وخالد بن الوليد وابن جميل أو ابن أم جميل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما العباس فعلي وإلي، وفي رواية علي ومثلها، يقصد استلمناها، مستلمينها زكاة العباس. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فإنه أوقف أدراعه وأمواله في سبيل الله. خالد ما عنده، كل اللي عنده ترى وقف هذا. وأما ابن جميل فما ينقم ابن أم جميل إلا إنه كان فقيرا فأغناه الله سبحانه وتعالى، عاب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما العباس فعلي ومثلها، يقصد أنه استلمها النبي من العباس صلوات ربي وسلامه على نبينا محمد. فالقصد إذن أنه يجوز تعجيلها لحولين لهذا الفعل مع للنبي صلى الله عليه وسلم مع العباس، لكن يقول لا يجوز تعجيلها لأكثر من حوله، لا المال يزيد وينقص سواء كان من الإبل أو من البقر أو من الغنم أو من الزرع الثمار أو من الأموال المنقولة اللي هي الأثمان وكذا، كل هذه الأشياء قابلة للزيادة والنقصان، فيكون لمدة حولين لا بأس، لكن أكثر من حولين لا، لأن الأصل عدم تأجيل، الأصل عدم التعجيل، لكن لما عجل النبي صلى الله عليه وسلم زكاة العباس جاز لنا وعجلها سنتين، إذن جاز لنا أن نعجلها أيضا لمدة حولين اثنين. قال: إذا كمل النصاب، يعني الأصل إذا كمل، إن الإنسان إذا أخرج زكاة ولم يكمل النصاب ما تعتبر زكاة، ما تعتبر زكاة. يعني أنا عندي 30 من الغنم وقمت أخرجت شات قلت هذه زكاة، لا لحظة، الزكاة تبدأ من 40. قال: أدري بس أنا ودي أزكي. ما تقع زكاة، ليست زكاة هذه، ما هي صدقة، تعتبر صدقة لأنه ما كمل النصاب، ما عليك زكاة، ما عليك زكاة. فالإنسان واحد قال بصلي العشاء الحين، ما تصير، تصلي تقع نافلة، ما تقع صلاة عشاء، ليش؟ ما دخل وقتها. كذلك هذا ما بلغ ماله النصاب، فإذا أخرج فإنه لا تصح منه لأنه لم يبلغ النصاب. نعم. قال: فإن تلف النصاب، تلف النصاب المعجل زكاته أو نقص قبل الحول وقع نفلا. يعني إذا استعجلناها ثم تلف النصاب، يعني نقص النصاب قبل الحول أو نقص، تلف كله أو نقص، يعني ذبح منها أو باع أو شيء قبل الحول وقع نفلا، لأنه صار لا يجب عليه الزكاة. يعني إنسان عليه مثلا عنده 200 وشات، كم زكاته؟ 40 فيها واحدة، 120 اثنتان، 201 ثلاث، صحيح؟ 201 ثلاث فيها. طيب هذا طلع معجل، معجل يعني كم يخرج؟ ثلاث شياه قبل الحول، طيب، أو حق سنة قادمة لقدام، قبل سنة قادمة لقدام، وبعدين ماتت 10 من الشياه، فصار كم عنده من 201؟ 191، صحيح؟ 191 عليه ثلاث، عليه ثنتين. طيب هو طلع ثلاث، نقول ثنتين زكاة واحدة تعتبر صدقة نافلة. نعم. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب أهل الزكاة. مصارف الزكاة هم الأصناف الثمانية المذكورون في القرآن: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. الفقير هو من لا يجد شيئاً البتة أو يجد نصف كفايته. المسكين هو من يجد معظم الكفاية أو نصفها، فيعطى الصنفان كفايتهما مع عائلتهما سنة. نعم. أهل الزكاة يعني مستحقون للزكاة، وهم ثمانية أصناف ذكرهم الله في كتابه العزيز سبحانه وتعالى، فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه الأصناف الثمانية المستحقة للزكاة. وعندما يقول إنما الصدقات لهؤلاء قال فريضة من الله، يعني هذه فرضها الله تبارك وتعالى، فدل هذا يقول أهل العلم أنه لا يجب أن تصرف لغيرهم، طالما أنها خصصت بهؤلاء الثمانية إذا لا تصرف لغيرهم، لا تصرف لغيرهم. قال أهل العلم: فلا يجوز
بناء المساجد من أموال الزكاة، ولا طباعة المصاحف من أموال الزكاة، ولا بناء المستشفيات، ولا القناطر والجسور، ولا غير ذلك من الأمور التي فيها مصالح عامة للمسلمين. هذه تؤخذ من الصدقات العامة ولا تؤخذ من الزكاة، مدرسة كذا، كل هذا لا يجوز يعني أخذها من الزكاة، وإنما الزكاة للناس أنفسهم، لأشخاص بأعيانهم، فقراء، مساكين، عاملون عليها، مؤلفة قلوبهم في الرقاب، غارمون في سبيل الله، ابن السبيل للبشر، تعطى، لا تعطى للحجارة، لا تعطى لبناء مسجد، لا تعطى لبناء جسر، لا تعطى لبناء مستشفى، لا تعطى لمدارس أبدا، أقصد مدارس، بناء مدارس، فهذا لا تعطى لهم الزكاة، وإنما تعطى الزكاة، لا تعطى لها الزكاة، تعطى الزكاة لهذه الأصناف الثمانية، لأنه قال إنما الصدقات للحصر، فمحصورة بهؤلاء أو بهذه الأصناف الثمانية التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز. يقول أول شيء بدأ الآن يفرزهم واحد واحد. قال الفقير، قال الفقير هو من لا يجد شيئا البتة أو يجد نصف كفايته. المسكين أحسن حالا من الفقير، لكن هذا لا يهمنا كثيرا ولا يؤثر كثيرا، لأن الفقير والمسكين كلاهما مستحق للزكاة، فإن أعطيت فقيرا فقد أعطيتها من يستحق، وإن أعطيت مسكين فقد أعطيتها لمن يستحق. لكن لما قال أهل العلم، لما ذكر الله تبارك وتعالى الفقراء والمساكين، دل على أنهما صنفان، الفقراء غير المساكين، الفقراء غير المساكين، فقالوا الفقراء هم الذين لا يجدون شيئا أو يجدون أقل من النص، المساكين هم الذين يجدون النصف ما فوق لكن ما زالوا محتاجين، فهم أيضا محتاجون لكن عنده أحسن حالا من الفقير. واستدلوا على هذا بقول الله تبارك وتعالى عندما ذكر الفيء، قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، سماهم فقراء، أخرجوا من جميع أموالهم فسماهم فقراء، بينما المساكين قال الله تبارك وتعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فسماهم مساكين مع أنهم كانوا يملكون سفينة، فلكنهم لا تكفيهم هذه السفينة، فهم مساكين عندهم النصف فما فوق لكن ما زالوا محتاجين. يعني إذا أردنا أن نفصلها يعني بالأرقام كما يقال، يعني لو قلنا، يلا من مثل شو اسمك؟ محمد. الآن محمد مثلا مصروفه الشهري الطبيعي، متزوج؟ أفا أيوة متزوج. ها تزوج؟ ها شو اسمك؟ يوسف؟ سعود. سعود الآن مصروفه الشهري هو زوجته، في أولاد؟ زين الله يبارك فيهم. طيب مصروفه الشهري هو زوجته وأولاده، أجار بيت مثلا، مصروف، ملبس، مأكل، طيب تكلف تقريبا بالمعدل الطبيعي، زين لنفرض الشهري 500 دينار مصروف الشهري، بينما مدخوله 400، مدخوله 400، زين يعني معناته ايش؟ الحفة. لكن مشي حاله، عنده مدخول 400 ومصروفه 500، زين، لكن لو كان مصروفه 500 ومدخوله 200، أقل من النص صح؟ فهذا فقير. إذا كان مدخول 400 هذا إيش؟ مسكين، واضح؟ فإذا كان مدخوله أقل من حاجته ينظر، إذا كان النصف فما فوق فهو مسكين، يعني 250 وفوق مسكين، 250 أقل من 250 ونازل فقير، وضحت؟ إذن الفقير هو الذي لا يجد شيئا أو يجد ما لا يبلغ إلى النصف، هذا يقال له فقير. المسكين أحسن حالا، المسكين حاله أحسن من الفقير، فهو عنده النصف وعنده أحيانا فوق النصف لكن ما زال محتاجا، يعني ما تكفي فلوسه في النهاية، ما تغطي مصاريفه. نتكلم عن مصاريف طبيعية، ما نتكلم عن واحد ماخذ راحته بالمصاريف، لا، إنسان صرف طبيعي جدا، زين. فهنا
هذا يقال له مسكين. وهذا كذا ترتيب المؤلف. يقولون والعلم عند الله تبارك وتعالى الفقر والمسكنة مثل الإسلام والإيمان، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. يعني إذا قلت الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا قلت الإيمان دخل فيه الإسلام، إذا قلت ذكرتم مع بعض فالإسلام في الأعمال الظاهرة والإيمان في الأعمال الباطنة. فإذا ذكرت الفقير يشمل الفقير والمسكين، وإذا ذكرت المسكين يشمل الفقير والمسكين. إذا ذكرتم مع بعض فالفقير أقل من المسكين، والمسكين أحسن حالا من الفقير. فالشاهد من هذا أن الله تبارك وتعالى قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين. قالوا ودليل أن الفقراء أحوج أن الله إيش قدمهم على المساكين، فدل على أنهم أحوج من المساكين. هنا عندنا لماذا لا نعطي الفقير، لا نعطي الغني وإنما نعطي الفقير فقط؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها لا تحل لغني، لما ذكر الزكاة قال إنها لا تحل لغني. فالغني لا يجب أن يعطى من الزكاة، وإنما الذي يعطى من الزكاة الفقير. قال ولا لذي مرة سوي، وفي رواية حديث آخر ولا لقوي مكتسب. فالذي يأخذ من الزكاة هو الذي كان فقيرا أو مسكينا ولا يجد عملا أو لا يجد كفايته. طبعا الغني عندما نقول فلان غني، الغني تطلق وهو الكفاف. فلان غني أي مستغني عن غيره، يعني عند اللي كفيه. وتأتي الغني بمعنى الموسر، تأتي الغني بمعنى الموسر اللي فائض، عند فائض. وإذا قال تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، لكن قد تطلق الغني وهو المستغني عن غيره، الغني اللي عند الكفاف فقط، هاي يسمونه غني. لكن تطلق الغني أيضا على الذي عنده فائض، وهو يسمى الموسر عند أهل العلم. نعم. قال فيعطى الصنفان كفايتهما مع آلتهما سنة، يعني تعطيهما ما يكفيهما لمدة سنة. يعني الآن لو عندي زكاة، وهذه الزكاة عبارة عن 5000 دينار، الزكاة 5000 دينار، إذا أعطيتها 5000 شخص كل واحد كم يأخذ؟ دينارا واحدا، كم يكفي؟ يوم، وقد ما يكفي يوم، صح ولا لا؟ إذا خلنا نقلل، 5000 بعطيها 500 شخص، كم أعطي كل واحد؟ ها؟ 100 دينار، ها؟ ولا 10 دنانير؟ 10 دنانير تسوي له شيء؟ كم تشبع 10 دنانير؟ أسبوع؟ عطنا أسبوع. لو عطيتها 50 شخص كم تعطي كل واحد؟ 100 دينار. لو عطيتها 5 أشخاص كل واحد أعطيه 1000 دينار. كل ما قللت العدد كل ما كان أفضل، كلما قللت عدد المستفيدين كلما كان أفضل. لماذا؟ لأنك تخرج الزكاة كم مرة بالسنة؟ مرة واحدة. فإذا كنت تخرج زكاة مرة واحدة في السنة، الأصل أن تعطيه ما يكفيه لمدة سنة، الأصل أنك تعطيه ما يكفيه لمدة سنة. فهذه 5000 لو 5000 لو أعطيتها 5 أشخاص أفضل من أن تعطيها 50 شخص أو 100 شخص. لماذا؟ تعطي هذا 1000 وهذا 1000 وهذا 1000 وهذا 1000 وهذا 1000 أفضل من أن تعطي كل واحد منهم 10 دنانير. لأن المقصود أنك تكفيه، تقول هذه زكاة تريحك لمدة سنة، فهذا أفضل. فكلما قل عدد المستفيدين كلما كان أفضل، وكلما كثر عدد المستفيدين قل نفع الزكاة، قل نفع الزكاة. بل إنك لو أعطيته 1000 ممكن يسوي له فيها إيش؟ مشروع صغير، ويبارك له الله سبحانه وتعالى فيه، ثم بعد ذلك حتى السنة الجاية يمكن إيش؟ ما يأخذ الزكاة، خلاص فتح الله عليه، سوى له تجارة خفيفة، بياعة ولا شيء ولا كذا، ومشت أموره والحمد لله. يشتري هذا ويبيع، يشتري ويبيع، يشتري ويبيع، يشتري قواري مثلا، يشتري سيارات، يشتري ملابس، يشتري كمبيوترات ويبيعها وكذا، ويتاجر فيها ويفتح الله عليه سبحانه وتعالى. فالقصد أنك تعطي الفقير ما يكفيه سنة. ويخطئ من يأتي الزكاة ويصبح أرباع،
ربع دينار ربع دينار، يقول والله قاعد اوزع زكاة مالي، هذا خطأ، لأن هذا ما يغنيه. الأصل أن تعطيه ما يغنيه ولمدة حول حتى تأتي زكاتك القادمة من السنة القادمة. لا تفترض، لا يمكن غيري يعطيه ويمكن غيرك ما يعطيه، فقضية يمكن غيري يعطيه هذه يعني غير واردة، لأن احتمال أيضا غيرك ما يعطيه. فكلما قللت عدد المستفيدين كلما كان أفضل. العاملون عليها هم السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذ الزكاة من أربابها، كجاب وحافظ وكتاب وقاسم، أي عالم بأحكام الزكاة إن كان مفوضا، فيعطون قدر أجرتهم منها ولو كانوا أغنياء. ويشترط فيهم 5 شروط: أول الإسلام، الثاني التكليف، الثالث الأمانة، الرابع الكفاية، الخامس من غير ذوي القربة. نعم، العاملون عليها، الصنف الثالث: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. العاملون عليها قال هم السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذ الزكاة من أربابها، كالجباة الذين يجبون الزكاة، والحفاظ والكتاب الذين يحفظون هذه الزكاة، والمقسمون لهذه الزكاة يعطونها للمستحقين. قال هؤلاء يجوز إعطاؤهم قدر أجرتهم ولو كانوا أغنياء، يعني العامل عليها لا يشترط أن يكون فقيرا، وسيأتي الأصناف الثمانية في الزكاة لا يشترط فيهم الفقر كلهم، العامل عليها لا يشترط فيهم الفقر، الغارمون لا يشترط فيهم الفقر، يعني على صنفين في الغارمين كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى، ابن السبيل لا يشترط فيه الفقر، في سبيل الله لا يشترط فيه الفقر، فيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. لكن من المستحقين للزكاة العاملون عليها الذين يجلبون هذه الزكاة ثم يحفظونها ويقسمونها ثم يسلمونها لأصحابها، يسمون العاملون عليها. هؤلاء العاملون عليها يقول أهل العلم لهم ولاية على الزكاة، ليسوا أجراء، طيب، وليسوا وكلاء، أجراء للحكومة لولي الأمر، وهم لهم سلطة، يعني يذهب لصاحب المزرعة مثلا يقول أعطنا زكاة مالك، يأخذها منه زكاة المال، يذهبون لأهل الإبل أهل البقر أهل الغنم أعطنا زكاة مالك، يذهبون لأهل عروض التجارة أعطنا زكاة مالك، يذهبون للتجار الذي يعني ما عندهم عروض تجارة لكن عندهم أموال أعطي أثمان أعطنا زكاة مالك. فهؤلاء لهم شيء من السلطة وهم معينون من قبل ولي الأمر، ويعطون أجرة مثلهم، يعطون أجرة مثلهم، يعني يقدر يعني هذا العمل كم، لو كلفنا واحد من برا كم يأخذ عليه، نعطيهم هذا الأجر المثل، وليس يعني ليست الأصناف الثمانية، لأن حنا إذا قلنا أصناف ثمانية وقسمنا الزكاة عليهم كل واحد يأخذ 12.5%، كل واحد يأخذ 12.5%، يعني الفقراء 12.5، المساكين 12.5، العاملون عليه 12.5، المؤلف قلوبهم 12.5، في الرقاب 12.5، الغارمون 12.5، في سبيل الله 12.5، في سبيل الله 12.5، صح ولا لا؟ المجموع 100، المجموع 100. فقالوا لا تقسم بهذه الطريقة الزكاة، لا تقسم بهذه الطريقة، أن أول شيء لا يلزم أن تعطي كل الأصناف الثمانية، وإن كان هذا أفضل، لكن لا يلزم أن تعطي كل الأصناف الثمانية، هذا واحد. الأمر الثاني لا تعطيهم بالتساوي الأصناف الثمانية، لأن في سبيل الله اللي هو الجهاد كما سيأتينا يعطى بقدر حاجته للجهاد، بل إذا كان هؤلاء يعني المجاهدون، إذا كان المجاهدون يأخذون رواتب مثل الجيش الحين يأخذ راتب مرفوع من رأس مرفوع، هذا ما يعطى من الزكاة، ما يقال في سبيل الله، لماذا؟ عنده راتب خلاص يأخذ راتب. لكن المجاهد في سبيل الله المقصود به متطوع في الجهاد، المتطوع هذا الذي يعطى من الزكاة، وليس بالضرورة يعطى 12.5%، ممكن يعطى بقدر حاجته. طيب، كذلك الغارمون حسب الغرم الذي عليهم،
العاملون عليها أجرة المثل وهكذا. فالقصد أن توزيع الزكاة لازم 12.5 مليون لكل فريق هذا غير صحيح. نرجع مرة ثانية إلى العاملين عليها. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: العاملون لهم ولاية على الزكاة، ينصبهم ولي الأمر، فهم ولاة وليسوا أجراء، ولاة لأنهم من قبل ولي الأمر فهم ولاة وليسوا أجراء. فمن أعطى زكاته أو من أعطى زكاته لأحد ليوزعها فهو وكيل وليس عاملا عليها. يعني لو واحد جاني وقال لي هاك زكاة مالي، هذه 5000 زكاة مالي، شوف أنت اللي محتاجها، ما يصير أخذ 12.5% وأقول أنا من العاملين عليها. لا، أنا وكيل، مجرد وكلني قال تفضل وصل هذه الزكاة لمن تراه مستحقا. حتى لو أخذت هذا المال وجمعت عندي في البيت، يعني أكثر من شخص مثلا أعطاني، لا أكون من العاملين عليها، أنا وكيل في مثل هذه الحالة. ولذلك الصحيح أن كما ذكر الشيخ ابن عثيمين وغيره من أهل العلم، يعني حاليا الجمعيات المبرات هذه تأخذ زكاة الناس، لا يجوز لهم أن يأخذوا منها شيئا بحجة أنهم من العاملين عليها، لأن هؤلاء ليسوا عاملين عليها، لأنهم ليسوا منصبين من ولي الأمر، وإنما هؤلاء خلنا نقول مساعدون للناس في إيصال زكواتهم إلى المستحقين. هذا عدا أنهم لا يأخذون الزكوات اللي هي إبل، بقر، غنم، عروض تجارة أو هذا، وإنما هي أموال نقدية تدخل بالحساب وتطلع من الحساب. ما في هناك يعني الذين يجمعون المال، ولا في الذين يحفظونه، ولا في الذين يقسمونه. فلذلك صحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أن هؤلاء وكلاء، أن هؤلاء وكلاء وليسوا عاملين عليها، وإنما هم وكلاء عن المتصدقين، عن أهل الزكاة، فلا يجوز أخذ شيء من هذه الأموال، ولا يجوز تحديد نسبة أيضا. 12.5% ليست للعامل عليه 12.5% أو أقل أو أكثر أبدا، وإنما يأخذون أجرة المثل. فإذا كان يأخذ راتبا من الدولة فلا يكون من العامل عليها، لأنه يأخذ أجرة على عمله هذا. أما إذا كان لا يأخذ راتبا فهذا ممكن يكون من العامل عليها إذا كان يعني بتكليف من الدولة. على كل حال نقول من أعطى زكاة مال، أعطي زكاة مال ليوزعها فهو وكيل وليس عاملا عليها. ولذلك يفرق أهل العلم بين الوكيل وبين العامل. يعني إذا تلفت هذه الزكاة قبل أن يوصلها، ضاعت، سرقت مثلا، من الذي يتحملها؟ إذا كان وكيلا وليس عاملا عليها، وإنما هو وكيل عن المزكي اللي هو الموسر الغني، إذا كان وكيلا، إذا كان مفرطا ويتحمل هو. إذا كان غير مفرط وضعها في حرز مثلا وسرقت مثلا أو شيء، صاحب المال يطلع زكاة ثانية، صاحب المال يطلع زكاة ثانية بدلها، لأنها ما وصلت حق الفقير، ما وصلت حق الفقير، كانها خش عنده بالبيت وسرقت منه، يطلع زكاة مكانها. أما إذا كان عاملا عليها فإن كان مفرطا يتحمل، إذا كان غير مفرط لا يتحمل صاحب المال أبدا، ولا له شغل فيه أبدا، سلمتها لبيت المال. فيفرق بين هذا وهذا. مثل الآن البغاة من الخوارج وغيرهم لو سيطروا على بيت المال مثلا وسووا انقلاب أو ما شابه ذلك وأخذوها من الناس، فإنها تسقط عن الناس. لكن إذا الناس راحوا معطوهم باختيارهم لا تسقط عنهم، لأن هؤلاء ليسوا مؤتمنين على المال. على كل حال يعطى العاملون عليها كما قلنا إذا تفرغوا للزكاة، إذا ما عنده شغل إلا موضوع الزكاة بس، قاعد يرتب الزكاة وديها ومحق من يستحق ومن لا يستحق، هذا يعطونه أجرة العاملين عليها. أما إذا كان يعني ليس مكلفا من ولي الأمر ولا كذا، فهذا لا يعطى من العاملين عليها. ويقول أهل العلم صار التعيين من الإمام حتى لا يستغل الأغنياء،
من قبل هؤلاء الركن لما يكون من ولي الأمر يكون فيه إشراف عام خلينا نقول من الدولة أو ما شابه ذلك من الأمور. أما إذا كان هذا يأخذ هذا يأخذ ما وين تصيد الأمين؟ قد يكون هذا أمينا ثلاثة غير أمينين. فمن هذا الباب أنها يعني الأصل أنه لا يأخذ شيء، بل قال بعض أهل العلم لا يأخذ حتى لو كان مستحقا، حتى لو كان هو من الفقراء لا يأخذ لنفسه، حتى يستأذن من صاحب المال اللي هو الغني يقول له أنا فقير تسمح لي أن أخذ من هذه الزكاة أو لا تسمح لي، يستأذنه حتى لا يستغل وظيفته، حتى لا يستغل وظيفته وهي كونه وكيلا عن صاحب المال، فحتى لا يستغل وظيفته قال لا يأخذ هو من الزكاة حتى يستأذن من صاحب المال. قال وشروطه أن يكون مسلما، أن يكون مكلفا، أن يكون أمينا، لأنه لازم يعرف أحكام الزكاة أيضا متى تخرج ومن يستحقها وكذا، لازم يعرف الأحكام المتعلقة بالزكاة. قال الكفاية يعني يعرف الأحكام يرتبها عدل في إخراج الزكاة، من يعطى وكم يعطى وكذا، من غير ذوي القربى، أي من غير ذوي قربى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس خاصا بالعاملين عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى حكما عاما في الزكاة قال إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، فكل من ثبت نسبه إلى هاشم فإنه لا تحل له الزكاة، كل من ثبت نسبه إلى هاشم فإنه لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة، والذين لهم نسب إلى هاشم أربعة فقط، وهم أبو طالب وأبو لهب والحارث والعباس فقط، أما بقية أعمام النبي صلى الله عليه وسلم فقد انقطع نسلهم، الذين بقي لهم نسل إلى اليوم أبو طالب له نسل إلى اليوم، أبو لهب له نسل إلى اليوم، اللي هو عبد العزة بن عبد المطلب، حمزة العباس بن عبد المطلب، ومنهم خلفاء العباسيون دولة العباسية، الدولة العباسية هارون رشيد ومأمون كلهم من آل البيت هؤلاء، والحارث عم النبي صلى الله عليه وسلم هو أكبر أولاد عبد المطلب، هؤلاء لهم ذرية إلى اليوم. فأي إنسان يأتي يقول أنا أرجع نسبي إلى حجل ابن عبد المطلب، أو يرجع نسبي إلى حبزة ابن عبد المطلب، أو يصل يرجع نسبي إلى ضرار ابن عبد المطلب، أو إلى عبد الله بن عبد المطلب، كلها لا يقبل منهم، لا يقبل منهم، لأن هؤلاء أنسابهم انقطعت. ولكن إذا قال أنا يرجع نسبي إلى العباس بن عبد المطلب، أو يرجع نسبي إلى أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب، أو يرجع إلى أبي لهب عبد العزة بن عبد المطلب، أو يرجع إلى الحارث بن عبد المطلب، نقول له أثبت، فإذا أثبت ذلك النسب فإنه تحرم عليه الزكاة، ويأخذ بدلها يعوض من خمس الغنيمة، خمس الخمس 400 من الغنيمة يأخذها بدل الزكاة، وذلك تشريفا لهم وإكراما لهم. وإذاك يقول أهل العلم منعوا رحمة لا حرمانا، منعوا من الزكاة رحمة لا حرمانا، ليس من باب الحرمان عقوبة لهم وإنما إكرام لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هي أوساخ الناس، فذاك منعوا منها. وهذا خاص يعني الفضل بن العباس والمطلب بن ربيعة بن الحارث أتيا النبي صلى الله عليه وسلم وطلبا منه أن يكونا من العاملين عليها، فمن لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، رفض أن يجعلهما من العاملين عليها لأنهما من آله من أولاد عبد المطلب ابن هاشم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا يقول إذا كان النصاب زكاة المال 1000 دينار والشخص الفقير يحتاج 1500 دينار ماذا يصنع؟ ما فهمت السؤال. أو شيء نصاب مو 1000 دينار، أكثر من 1000 دينار نصاب، إذا قلنا بالذهب وهو الصحيح إن شاء الله تعالى يعني ما يعادل 83 جرام ذهب عيار 24، والجرام الواحد يوصل 24 دينار، كم الجرام؟ 19 دينار، 24 18 ونص، يعني احسبها أنت 83 جرام كم يصير؟
يعني حول 1500 ألف هذا النصاب يعني. أما الشخص الفقير يحتاج 1500 ما في مشكلة، الشخص الفقير يأخذ من أكثر من واحد، يأخذ من هذا 200، يأخذ من هذا 300، يأخذ من هذا 400 إلى أن يعني تسد حاجته. لا هذا ليس خوال، ليس أهل البيت، يعني الذي ينتسب إلى امرأة من أهل البيت يكون خوال أهل البيت. لا لازم بالذكور، النسب بالذكور وليس بالإناث. هنا نعم. لا ما يتفاضلون، لكن بحسب الحاجة. يقول الأصناف الثمانية هل تتفاضل؟ ما تتفاضل، لكن بحسب الحاجة، لأن يعني بعضها قد تكون غير موجودة، قد لا نحتاج لسهم المؤلفة قلوبهم، قد لا نحتاج سهم في سبيل الله، قد لا نحتاج سهم العاملين عليها، قد لا نحتاج سهم الغارمين، حسب. فما في تفاضل، وإنما بحسب الحاجة الموجودة هنا. نعم. لا ما في أولوية، لكن الفقير المسلم التقي أفضل من الفقير المسلم الفاسق. لا لا أنت تقدرها، تقدرها ما في فرق. الشعر الذي بين الحاجبين اللي يكون هنا بين الحاجبين، الأظهر والعلم عند الله أنه ليس من الحاجبين، لا يعد من الحاجبين. أنا كنت قبل أقول أنه من الحاجبين، لكن الذي يظهر أنه ليس منها، ليس من الحاجبين، وإنما هو يعني يفصل بين الحاجبين، يفصل بين الحاجبين. لكن الإنسان يكون حذرا عندما يأخذ هذا الشعر الذي يكون هنا بين الحاجب والحاجب، يأخذه يكون حذرا حتى لا يأخذ من الحاجب نفسه، حتى لا يأخذ من الحاجب نفسه. ولكن الصحيح والعلم عند الله أنه ليس من الحاجبين، لا يعد من الحاجبين، والله أعلم. ما يجوز، ما تجزئ. يقول شخص يوزع الزكاة على الجميع، لا يفرق بين غني، وهذا في الصدقة أو في الهدية. أما الزكاة لا تجزئ حتى يضعها في يد من يستحق، لا يتساهل في هذا. إن كان عاجزا يوكل غيره من الجمعيات أو اللجان أو الأشخاص الذين يعني يعرفهم، يوكلهم تدفعون الزكاة عني. نعم لكم فترة تأخذها منه بس. هنا الصدقة تجوز للمسلم وغير المسلم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة أجر، حتى في الحيوان الإنسان يتصدق له أجر، حتى في الحيوان. فالكافر كذلك، إلا إذا كان حربيا، يعني واحد جاي بيذبحك، يعني معلن الحرب على المسلمين، هذا لا تعطيه من الصدقة. لكن إذا كان كافراً ذمياً أو معاهداً أو مستأمناً فإنه يجوز أن تعطيه من الصدقة، باب الصدقة مفتوح، باب الصدقة مفتوح. ولذلك يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل خرج بصدقة، قال لا تصدقن الليلة بصدقة، فمر به رجل فأعطاه الصدقة، فظهر أن هذا الرجل لص، فصار الناس يتحدثون تصدق البارحة على لص، فهذا تضايق، هو المتصدق، فظن أنها لم تقبل، فقال لأتصدقن الليلة بصدقة، يعني تعويضا عنها. فرأى امرأة فتصدق عليها، فظهر أنها زانية، فقيل تصدق البارحة على زانية، يضحكون على الناس يستهزئون. فقال الرجل لأتصدقن الليلة بصدقة، يعني عوضا عنها. فمر رجل فتصدق عليه فكان غنيا، فقال أن تصدق البارحة على غني، فقال الرجل لص وزانية وغني، يعني ولا واحدة صارت يعني في محلها. فجاءه الجواب أما الصدقة فقد قبلت، وأما اللص فعسى أن يمتنع، وعسى الزانية أن تتعفف، وعسى الغني أن يشعر بحال الفقراء. صدق قبلت، فباب الصدقة مفتوح. لكن الزكاة لا، الزكاة لابد أن توضع في المكان الصحيح. أي نعم، أي نعم. يقول إذا كانت الزكاة المطلوبة مني 1000 دينار، أنا دفعت 1500 هكذا، أي 1000 زكاة والـ500 صدقة. الزكاة 1000 تكون زكاة والـ500
تكون صدقة لا زكاة، يعطى من الزكاة. أي إذا قصدك أنه يعطى من الزكاة، سيأتينا في قضية الغارمين أو غيره، أن طالب العلم إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي أو لقوي مكتسب. فمثلا إنسان ما يعمل مثلا ويقول عطوني زكاة مالي، يقول لا روح اعمل. ليش ما تعمل؟ ليش ما تعمل؟ أنت عندك قدر أنك تعمل وكذا وكذا. لا يعطى من الزكاة حتى لا يشجع على البطالة، فيقول لا، يقال لا اذهب واعمل، فإذا عملت ولم يكفك ما تحصله نعطيك من الزكاة. أما أنك تستطيع أن تعمل لا يجوز أن يعطى من الزكاة. أما إذا كان الإنسان يعني في هذا الوقت متفرغا لطلب العلم مثلا، لا يستطيع، لأنه إذا عمل لن يطلب العلم، فقالوا هنا نعم يجوز أن يعطى من الزكاة لأنه في عمل في النهاية، طلبه العلم يعتبر عملا لكن لا يأخذ عليه أجرا، فيقال له اطلب العلم ويعطى من الزكاة.